لحظة وصول الشيب بطاطا. الشيب بطاطا وصل. الشيب بطاطا النهاردة واخد فرح وهيشرف عليه وهيشرف على الصنايعية اللي معاه بنفسه. ادي الشيب بطاطا لسه واصل دلوقتي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين البودي جارد بتوعه ملازمين وواقفين حواليه. ادي الشيب بطاطا بيلقي النظرات على الرجالة بتوعه وبيتابع بنفسه الاكل لانه واخد النهارده فرح. صباح الخير يا شيف بطاطا. تمام خير يا عم حاتم. عامل ايه؟ اخبار معالي؟ الحمد لله والله كويس. انت النهارده لسه واصل دلوقتي؟ الناس شغالين من الصبح، حضرتك غايب ومش موجود، كنت فين بقى؟ ولا كان عندنا شغل تاني؟ كنت في شغل بره تاني بقى اشرف عليك. انت جاي تشرف على الشباب بتوعك ولا ايه؟ طيب عرفنا بقى النهارده الشباب عاملين ايه كده، وكلمنا عن اللي هم عاملينه كده، و عاوزك تشرف كده اللمسات باب. اللمسات الاخيره بتاعتك كده. دي كمان تمام. زي ما حضراتكم شايفين الشيف بطاطا لسه واصل حالا، والبودي جارد بتوعه وراه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا دي بسله سوتيه. انت هتاكل الناس النهارده ايه يا شيف بطاطا؟ هاكل بسله سوتيه وكباب وكباب حل اهو. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. زي ما حضراتكم شايفين اللمسات الأخيرة اللي بيحطها الشيب بطاطا. وكمان إيه يعني، لو حضراتكم لاحظتم الجوينت في إيده نظافة، يعني عشان أنت لابس جوينت كمان يا شيب بطاطا، علشان ده أكل ناس هتاكله، لازم حضرتك تكون في نظافة والحاجات دي. عرفنا بقى أنت هتعمل إيه النهاردة للناس اللي هتأكلهم. زي ما حضراتكم شايفين البودي جاردات وراه، يعني لا عياد السلطه ديت غسلينها ونظفناها ومعكوش اقطعها. تمام تمام. انت اللي هتقطع بايدك، انت اللي هتشتغل بايدك النهارده. تمام. ايه الخلطه دي بقى؟ دي خلطه الشيب بطاطا. خلطه الشيب بطاطا. طبعا ما ينفعش، هل ينفع ان انت تقول لنا دي خلطه سريه؟ خلطه سريه. الشيب بطاطا بيختص بالخلطه ديت لوحده، هي بتاعتك انت. تمام. ما تعرفش تقول لنا يعني؟ دي خلطه سريه بقى، كل واحد حسب شغله. كل واحد حسب شغله. ودي العجينه ديت الكباب اهي. ديت عجينه الكباب. اه. اهوت زي ما حضراتكم شايفين الشيف بطاطا اجدع شيف، بدا ان هو ياخد افراح وان هو ينزل. طبعا بس يعني ايه، هو بيجيش من اول، هو بيجي يشرف على الشغل بعد ما يكونوا بداوا الشغل. طيب عرفنا شيف بطاطا ديت مكونات السلطه. دي مكونات السلطه يا باشا، ولسه اتفضل بعد اذنك قدام كده. تمام. دي مكونات اهي، الخضار مغسول والطماطم. وادي الكباب اهو. لا نعمل ضيق. تمام تمام. ايه تاني اللي انت هتعمله لنا؟ حط البسله بقى. بس انا شايف ان في تواضع من حضرتك ان انت بتوطي تجيب الكيس يا شيف بطاطا، والبودي جاردات واقفين جنبك كده. يعني الشيف بطاطا دلوقتي بيحط اللمسات الأخيرة أو اللمسات الفنية بتاعته. تمام. على الأكل. الشيف بطاطا إيه اللي أنت عامله النهاردة؟ كل الأكل اللي أنت عامله عامل إيه وإيه النهاردة؟ عامل بسلة شفاه. تمام تمام. وعامل كباب حلة. تمام. وفي كباب على الفحم، وفي حلة أنا عاملها في التلاجة جوا في المبرد. تمام. خدها في المبرد. والسلطة بتاعتكم، السلطه بتاعتك اللي لا الشيف بطاطا زي ما حضراتكم سمعتم هو له خلطه بتاعته اللي وريها لنا، ومش راضي يقول على الخلطه بتاعته مكونه من ايه.
خلطة السلطة بتاعت الشيب بطاطا يتقدم لكم. هو مش راضي يقول ايه التركيبة بتاعتكم. ده الشيب بطاطا هو منور. الشيب بطاطا منورك عم حاتم. الله عاوزين بقى النهاردة شغالين في شبكة في احدى قرى كفر الشيخ. تمام. وعاملين بشلة هيت وعاملين كباب حلة وكباب على الفحم وحاجات الشاطئ جاهزة. تمام. شيب بطاطا الناس ما بتخافش منك. ها؟ الناس ما بتخافش منك. ماشية بالحب الحمد لله. الحمد لله عم حاتم. الشيب بطاطا ده الزعيم. ده الزعيم. الشيب بطاطا زي ما قلت لحضراتكم بدأ ان هو ياخد افراح وبدأ ان هو ينزل يشتغل بايده. هتبدا تاكل امتى؟ الساعه كام يا شيف بطاطا؟ بعد اداء العصر على طول. الاكل هيتخرج بره زي ما انت شفت. تمام. وناكل على طول ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الشيف بطاطا عامل قلبان في محافظه كفر الشيخ. ايه اللي في الحله الثانيه دي يا شيف بطاطا؟ دي كباب حله يا باشا. كباب حله. ده يتحط على البسله بعد ما تخلص ولا ده لوحده يبقى لوحده؟ كل حاجه لوحدها. كل حاجه لوحدها. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حتى الريحة طلعة ريحة كويسة زي ما حضراتكم شفتم. ده الشيب بطاطا. الشيب بطاطا بدأ إن هو ينزل ياخد أفراح وحفلات إن هو بينزل يطبخ فيها زي ما حضراتكم شايفين. أتأكل كم فرد النهاردة؟ من 500 ل 1000 فرد. لا ده عامل حساب 1000 فرد النهارده. اه تمام. 1000 فرد ان شاء الله. تمام. اللمسه بتاعتك بقى يا شيف بطاطا احلى لمسه. دلع كرشك زي ما حضراتكم شايفين. الشيف بطاطا فاتح محل دلع كرشك او مطعم دلع كرشك. سميته ليه دلع كرشك يا شيف بطاطا؟ لازم كله يدلع كرش. كله لازم يدلع كرش. لازم كله يدلع كرش يا عم حاتم. زي ما حضراتكم شايفين كنا النهارده مع حضراتكم ومع الشيف بطاطا. الشيف بطاطا راجل محترم بينزل يعمل جميع الحفلات ان هو بيطبخ فيها وبيعمل حاجه تشرف. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، كان معكم حاتم داوود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله ورعايته.